عناوين النشرة: لبنان يفقد قطعة من سماه الصافية، وبيروت تودع وديع الاثنين. والمجد ما عمرها، العز مظلرها، حلياني 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 عالريح. جبل محسن يرفض تهمة تفجير مسجدي طرابلس، وابراهيم يجول على أمن طرابلس. مصطفى حوري: أمتلك تسجيلات صوتا وصورة تدين الغريب. أعطيكي حوض صورة أكيد. عمر الأطرش تناثر ويصعب دفنه. الأسرى الفلسطينيون المرضى على أبواب الشهادة أو الإفراج. إذا اكتمل التليف بنسبة 100% فهتكون الوفاة يعني. وفي النشرة: تمثال الحرية سيعود إلى الزائرين بعد أزمة الموازنة. هذه العناوين وغيرها ترقبوا تفاصيلها بعد قليل.